وصل وفد عن المخابرات المصرية إلى قطاع غزة في محاولة لوقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وبحسب المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع، فإن ثلاث قضايا تتصدر مباحثات الوفد المصري، وهي سبل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وسفر الغزيين عبر معبر رفح، وإلزام إسرائيل بالتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل بوساطة مصرية. والتقى الوفد قادة حماس وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك غدا إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه باتجاه نقاط للرصد في قطاع غزة. والآن من قطاع غزة ينضم إلينا الناشط الإعلامي الأستاذ ضياء حسن. ضياء مرحبا. يعني بداية، ماذا تعرف عن هذا الصاروخ، وكيف يمكننا أن نقرأ يعني هذه الخطوة الآن تزامنا مع وجود الوفد الأمن المصري في قطاع غزة؟ نعم، أطلق مسلحون قبل قليل صاروخ من شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة باتجاه المنطقة الاستيطانية أشكول. حسب مصادر ميدانية، سمع صوت انفجار الصاروخ في منطقة محاذية للجدار الأمني، ربما سقط في الجدار الأمني على الجدار الأمني من ناحية قطاع غزة أو من المنطقة الحدودية الإسرائيلية، لم نعرف بالضبط. إطلاق الصاروخ في حضور الوفد المصري ربما لا يحمل رسائل، خاصة أنه ربما أطلق من جهات غير تنظيمية وغير محترفة تنظيميا، يعني أنه أطلق من أشخاص يتبعون لفصائل ربما، لكن ليسوا من أصحاب الاختصاص في عمليات إطلاق الصواريخ، وهذا ما يدلل من عملية إطلاقه شبه الفاشلة، قد تسمى سقوطه بقرب الجدار. وهو من الصواريخ طراز 107، صاروخ قصير المدى ويصل فقط إلى 4-5 كيلومتر، وإن دل ذلك فإنما يدل على أنه فقط في منطقة نائية وليس ذات أو مطلقي ليس ذات خبرة كبيرة، وربما لا يحمل رسائل بقدر ما هو ردة فعل على استشهاد الأسير بسام السايح داخل السجون الإسرائيلية اليوم، وأيضا عملية قتل طفلين في يوم الجمعة على الحدود مع قطاع غزة. الوفد المصري الأمني متواجد حتى اللحظة في قطاع غزة، ويتضمن الوفد 4 شخصيات أو 3 شخصيات فنية توجهت إلى معبر رفح اليوم وإلى الشريط الحدودي المصري بين قطاع غزة ومصر أو مع سيناء، كما توجهت إلى الشريط الحدودي شرق قطاع غزة في المنطقة التي استشهد فيها أحد الأطفال يوم الجمعة. كان يرافقهم روحي مشتاع عضو المكتب السياسي لحماس وتوفيق أبو نعيم وكيل قوى الأمن الداخلي في غزة. الوفد طلع على بعض الأمور، ربما الوفد تباحث مع حركة حماس التهدئة، لكن سلط الضوء بشكل أكبر على موضوع عمل معبر رفح في ظل الحديث عن مشروع جديد لتطوير عمل بحيث يتم إدخال كميات كبيرة جدا من البضائع لغزة عبر المعبر في محاولة لتحسين الأوضاع في القطاع. من قطاع غزة الناشط الإعلامي الأستاذ ضياء حسن، شكرا جزيلا لك.